يسعى نادي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان لكرة القدم إلى التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع تيم تالك البريطانية أن تشيلسي يتطلع إلى التعاقد مع حكيمي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما بات الفريق قريباً من التوقيع مع المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو للإشراف على البلوز الموسم المقبل، الذي وضع اللاعب المغربي ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي. ووفق المصدر ذاته فاليونايتد بدوره يرغب في تعزيز مركز المدافع الأيمن بلاعب بمميزات حكيمي الهجومية، ومن المتوقع أن يرصد له مبلغاً مالياً مهماً من أجل السماح لباريس سان جيرمان بتسريحه في الفترة المقبلة. وأضاف الموقع البريطاني أن بي إس جي سيتعمد سياسة جديدة في المواسم القادمة، وينوي الاعتماد على المواهب الفرنسية وتغيير منظومة الفريق مستقبلاً، بعدما فشلوا في التتويج بالكوبادور أبطال أوروبا رغم التعاقد مع ألمع نجوم كرة القدم العالمية. وكان أشرف حكيمي انتقل من انترناسيونال الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسية في صفقة بلغ قيمتها 68 مليون يورو، ويمتد عقده مع ممثل العاصمة الفرنسية إلى غاية نهاية يونيو سنة 2026.